السلام عليكم حبايبي، واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من اسلوب حياتي. هنعمل مع بعض النهارده فطائر سهله وسريعه بدون عجينه وبدون فرن، جميله جدا، يعني وصفه كده خفيفه صيفيه وهتنفع جدا للعشاء او للخروجات في الصيف. بقى طبعا الصيف بقى بتحلى فيه الخروجات، نوادي، جناين، رحلات، مصايف، هتنفع جدا وبتبقى جميله وسريعه ولذيذه، وان شاء الله تعجبكم قوي قوي. ويلا بينا نتابع الفيديو ونشوف المقادير وطريقة التحضير. وهنبدأ بسم الله في عمل الحشوة. بيكون معايا نص كيلو فراخ فيليه متقطعة شرايح طولية بالشكل ده، وهحتاج كمان معلقة كبيرة مستردة ومعلقة كبيرة خل وتوم مفروم. هنبدأ كده في الطبق ده نحط كل مكونات التتبيلة. بسم الله، معلقة صغيرة كده توم مفروم، ومعلقة كبيرة زبادي، ومعلقة كبيرة مستردة. مستردة بتكون حلوة أو في التتبيلات الدجاج والحاجات دي عموما، اللحوم يعني. ومعلقة كبيرة خل أبيض أو عصير ليمون. هيكون معايا في التوابل ملح وفلفل أسود وكزبرة مطحونة، وحوالي نص معلقة صغيرة كده بهارات مشكلة أو بهارات فراخ، أي طبعا توابل بتفضليها. وبنقلب كل التتبيله كده كويس جدا، وبعد كده بننزل بقى بالفراخ المتقطعه اللي معانا كلها ونقلبها كويس جدا بالشكل ده كده. ودلوقتي هغطيها واسيبها في الثلاجه شويه حوالي ساعه ولا حاجه تشرب كده من التتبيله اللي عملناها لها، وبيكون الطعم يعني احلى. ونقدر طبعا نستخدمها كده على طول، بس انا يعني هشيلها في الثلاجه بقى لمدة ساعة كده بيكون أفضل. ودلوقتي لتحضير الحشوة، بيكون معايا طاسة على النار فيها معلقة كبيرة من الزيت النباتي، ودي الفراخ اللي كنت سايباها حوالي ساعة كده في التلاجة، يعني اتبلت شوية لمدة ساعة. وبنزل بقى على الطاسة على نار عالية كده، ما تكونش يعني نار هادية قوي علشان الفراخ ما تجيبش ميتها وتنزل مية كتير، وبشوح فيها كويس كده لغاية ما لونها يغير. وبعد كده بنزل بقى بشرايح فلفل الوان او فلفل اخضر بس لو مش متوفر الالوان، متقطع شرايح كده زي الفراخ، وبشوح برضو. وكمان بنزل بجزراية مبشورة، جزراية كبيرة كده، اي خضار عايزين تضيفوه للحشوة بيكون جميل جدا، وبيعلي طبعا القيمة الغذائية وكمان بيزود كمية الحشوة معانا. ولو عندكم مثلا كوسة ممكن برضو تبشروا كوسة زي الجزراية دي كده وتدفوها، وممكن برضو البصل شرايح بصل كده متقطعة رقيق شرايح تدفوه لو بتحبوا البصل، بس انا عندي يعني مش بيحبوا البصل فما دفتهوش. وبس بقلب كده وبدي بقى تشويحة لكل حاجة مع بعض، وهي الفراخ يعني ما بتاخدش اي وقت في السوى. وكمان الفراخ كان فيها توم وفيها كل التتبيله بتاعتها، يعني في المرحله دي كده ندوق. لو الحشوه محتاجه شويه ملح تاني علشان الخضار ولا حاجه ممكن نضيف شويه ملح تاني وفلفل برضو اسود بسيطه. وبس كده بتعتبر الحشوه جاهزه معانا، الفراخ استوت والخضار اتشوح كويس معاها، وهي كده جاهزه معايا. وخلاص هطفي عليها واسيبها تبرد قبل ما استعملها. وبعد كده هحضر الخليط اللي هندهن بيه اوراق الجلاش، لان هعمل فطاير دي باوراق الجلاش. بيكون معايا بيضه كده بحط لها شويه ملح وفلفل اسود، وبضيف عليها كمان نص كوبايه حليب سايل، ومعايا كمان معلقتين كبار زبده سايحه هضيفهم عليها، ويبقى ده الخليط كده اللي هنستخدمه. وبقلبهم كلهم مع بعض كويس جدا ونخليه على جنب ونشوف هنعمل بيه ايه. بعد كده بيكون معايا لفة الجلاش فتحها بالشكل ده كده. طبعا الجلاش بقى اوراق الجلاش هي اللي هنستخدمها لعمل الفطائر، احسن واسهل ما نعمل بقى عجينة يعني بنفسينا، هتبقى سهلة معانا جدا جدا. دلوقتي معايا ورقتين من الجلاش، مفيش بينهم يعني مش دهنة بينهم اي حاجة، هم ورقتين على بعض. وبدهن الطبقة اللي فوق بقى بالخليط كده اللي حضرناه كويس. طبعا الخليط ده هيطري ورق الجلاش وهيخليه يعني يلزق في بعض لما لفه صوابع دلوقتي كده على بعض رول،
وكمان هيخليه كده يورق ويبقى طري من جوه وجميل. وكمان الحشوة خلاص طبعا جاهزة معايا وسبتها تبرد شوية، ما ينفعش نستخدمها وهي سخنة قوي كده اول ما ندفع عليها النار، علشان هتقطع لنا العجينة معانا، لازم تكون بردت. وبحط بقى شوية من الحشوة كده على جنب يعني في الاول كده زي ما احنا شايفين، وبعد كده شوية من الجبنة المبشورة شيدر او موتزاريلا، بتدي برضو طعم جميل وتماسك للحشوة في الوسط، او ممكن تستغنوا عنها برضو مش هيجري حاجة، هتكون حلوة برضو الفطائر بتاعتنا. وبعد كده بثني على الحشوة الطرفين بالشكل ده، وبلف رول كده ورق الجلاش معايا وبظبطه، وبلف رول لغاية النهاية، واخر طرف كده بدهنه تاني من الخليط ده اللي معايا، والفه بالشكل ده ومقفول كده من الاطراف على الحشوة، مفيش اي حاجة باينة عشان مفيش اي حاجة منه تقع ان شاء الله. وبعمل واحدة كمان برضو ورقتين الجلاش معايا وبدهنهم بالخليط بتاعنا، وطبعا هنعمله على يعني هنديله تحميرة كده على الطاسة، هنشوف مع بعض دلوقتي بمنتهى السهولة من غير فرن، وسريعة جدا وبتطلع تحفة. وبرده جبنة المبشورة وبتني كده من الطرفين زي ما احنا ملاحظين، علشان الحشوة تفضل جوه معانا، وبلف بالراحة كده لغاية ما اوصل للطرف النهائي، بدهنه برده بالخليط اللي معايا، وبكمل بقى الكمية اللي معايا كلها بنفس الطريقة. وبعد كده بيكون معايا طاسة على النار فيها شوية من الزيت النباتي وباقي الخليط اللي عملناه ده هنستخدمه دلوقتي، ومعايا كده أصابع الجلاش بالشكل ده، وعلى نار متوسطة الزيت يعني مش سخن حامي يعني مقدوح، على نار متوسطة كده الزيت، وباخد كل صباع من الجلاش بنزله برضو في الخليط اللي كان معانا ده، وبصفيه كده وبحطه على طول على الطاسة. طبعا احنا بننزله في الخليط ده تاني علشان يدي طراوة للجلاش ويديله لون جميل اثناء التحمير كده على الطاسة، سريع جدا جدا. وبعد ما بيتحمر الجلاش بيكون طري كده وقوامه جميل زي الفطير كده، وفي قرمشة بسيطة من جوه، ومن جوه طري، والحشوة بقى بتكون جميلة في الوسط، وعلى نار متوسطة زي ما قلت لكم، ما نعليش خالص علشان الجلاش يستوي كده وياخد لون جميل ذهبي بالشكل ده كده، بنقلبه بنلاحظ لونه جميل، وبقلبه على الناحية التانية، وبسيبه برضو يكمل كده التحمير من على الناحية التانية لغاية ما يوصل للون الحلو ده من الناحيتين. والزيت هنا مش غزير زي ما قلنا، يعني هو مش محتاج، هو مش قلي، هو تحمير كده في الطاسة يعني على زيت يعني قليل جدا في الطاسة، مستواه يعني مش عميق قوي زي ما احنا ملاحظين كده. وخلاص كده احمرت الفطائر بتاعتي من الناحيتين، بطلعها خدت لون جميل جدا من الناحيتين، وبعد كده هعمل الكمية اللي باقية معايا برضو بنفس الطريقة، بنزلهم في الخليط كده بالراحة وصفي منهم الخليط كده، ما خليهمش يعني مليانين قوي، يعني بغطسهم في الخليط ده وبصفي شوية كده وانا ماسكاهم على طول وعطسة، وبكمل بقى الكمية لغاية ما تحمر بالشكل ده. ودي بيكون شكل الفطائر بتاعتنا الجميلة السريعة اللي عملناها مع بعض، وقطعت واحدة كده من الوسط وعشان نشوف شكل الحشوة، شكلها جميل ولونها جميل وطعمها كمان لذيذ جدا، هتعجبك اوي ان شاء الله. زي ما شفنا كده يعني الجلاش نفسه بيكون مقرمش كده من بره بسيط، ومن جوه طري كده وجميل زي الفطير، والحشوة لذيذة جدا في الوسط ومتماسكة زي ما احنا ملاحظين كده، علشان الجبنة اللي حطيناها لها، وكمان لو من غير جبنة بتكون متماسكة لان بنلف عليها الجلاش وبتكون على هيئة صباع كده، وبتكون محكومة جوه وبيكون شكلها جميل وثابت زي ما احنا شايفين كده. وممكن كمان تغيروا في الحشوة طبعا حسب رغبتكم، تخلوها لحمة مفرومة معصجة مع الخضار ده برضو، او تكون حشوة اجبان تشكيلة كده من الاجبان مع الزيتون الشرايح، برضو نعمل نفس الفكرة جميلة جدا، ما عملناش عجينة ولا دخلنا الفرن ولا اخدنا يعني في تحضيرها اي وقت، بدون عجينة بدون فرن زي ما شفنا.
وبتطلع جميلة جدا ومميزة. طبعا تنفعنا جدا في الصيف وخروجات الصيف في النوادي في الحدائق في الحدائق الصيف بقى وخروجاته بتزيد وفي أي رحلة في أي مصيف هتعجبكم جدا جدا إن شاء الله. متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. نتقابل على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.